إن شاء الله النهاردة هنكمل شرح مادة القرية الفنية. إحنا طبعا المرة اللي فاتت اتكلمنا على ديزاين ريبورت، واتكلمنا على الكفر والتايتل بيج والابستراكت والتيبل اوف كونتنت والليست اوف فيجر. هنكمل الانترودكشن، الجزء بتاع الانترودكشن، الريبورت بودي اللي هو جسم بقى التقرير او ايه اللي بيتكتب جوه التقرير، وبعدين النتائج بتاعته والتوصيات والريفرنس والابندكس لو في ابندكس. الاول اول حاجه هو يعني ايه مقدمه لاي حاجه في الدنيا، او حاجه لما تيجي تقرا كتاب، مجله، اي حاجه بيكتب لك كده كلام سريع عن الكتاب ده بيتكلم عن ايه، قصه حياه الكتاب. نفس الكلام بالنسبه للتقرير، التقرير دايما بتؤهل الراجل اللي بيقرا هو ايه التقرير وبيتكلم عن ايه ومهتم بايه. فقال لك تهيئ القارئ من قراءة البحث أو هو وهو متفهم لأهمية وأسلوبه وحدوده وتنظيم الأقسام التالية. بتشتمل على إيه المقدمة؟ موضوع التقرير، خلفياته، الهدف من التقرير، أسلوب الدراسة، ويمكن أن تشمل على شرح موجز لأقسام التقرير. المقدمة يجب ألا تحتوي على نتائج أو توصيات أو تفاصيل الدراسة، لا لا، أنت بتحكي هيستوري، هيستوري تاريخ الحاجة اللي انت بتعملها دي ايه. او مثلا زي مثلا هديكم مثال كده، مقدم انا بعمل مثلا تقرير عن زيارة لمصنع فلان، فبكتب بقول ايه مقدم، تم زيارة في يوم كذا كذا، تم زيارة مصنع كذا اللي هو مختص بتصنيع 1 2 3، وان انا هدف الزيارة التعرف على الفلان الفلاني وتقييم الاثر البيئي مثلا للمصنع. يبقى انا كده حطيت ان ده الانترودكشن. خلاف كده طبعا لو انا بكتب تقرير مثلا 100 صفحه، فالانترودكشن ده ممكن يبقى 10 صفحات 15 حسب ما احنا بنتكلم. المقدمه يجب الا تحتوي على نتائج او توصيات، خلاص. طول المقدمه يختلف من تقرير لاخر زي ما احنا قلنا دلوقتي، يجب ان يتعدى 3% من طول التقرير. بعض تقارير العمل اليوميه لا تتطلب كتابه مقدمه، لان الشخص المقدم اليه التقرير يعرف مسبقا، يعني هو عارف تقريبا موضوع التقرير. تزداد اهميه المقدمه لانه ممكن هو اللي يكون طالبه. تزداد أهمية المقدمة كلما تنوع القراء المحتملين للتقرير، لأنه لو تقرير فني أنا لازم أخد بالي إن أنا هكتب فيه معادلات وأكتب فيه كذا، لو تقرير عادي ممكن لأ، يبقى كل واحد حسب فهمه للموضوع. إحنا عاوزين أهم حاجة الريبورت بودي، قلب التقرير اللي هو الجزء الأكبر من التقرير، ويشتمل على عدة عناصر تختلف حسب طبيعة التقرير والبحث. الأبحاث العلمية بتتكلم فيها عن الخلفية النظرية، الأبحاث السابقة، طريقة الدراسة، النتائج وتحليلها ومناقشتها، تقرير العمل، لو أنت بتعمل تقارير في العمل أو في المصنع اللي أنت فيه، فأنت بتمسك المشكلة، شرح المشكلة بالتفصيل، الخطوات اللي أنت اتبعتها عشان تحل المشكلة، ونتائج هذه الخطوات ومدلولها. تقرير العمل اللي بتقترح فيه عملية شرح الوضع الحالي، شرح الوضع المقترح، مقارنة الوضع الحالي، وإيه مميزاته وإيه عيوبه. تقارير العمل بتبين إنتاجية بيتم تقسيمها حسب المنتج، المنتج الفلاني إنتاجيته كانت كذا وسبب قلة الإنتاج أو زيادته 1 2 3. النتائج والمناقشة، نتائج يعني من اسمها كل النتائج اللي هي وصلت لها في التقرير، سواء زيارة، نتائج الزيارة اللي أنت عملتها، نتيجة الاختبارات اللي أنت عملتها، نتيجة الحل اللي أنت عملته ده لازم. ومناقشة يعني أنت بتشرح، شايف من وجهة نظرك النتائج اللي انت طلعتها دي بتحللها عشان تشرحها لنا. فايش معنى اهم النتائج والتحليلات التي تؤثر التي توصلها اليها الباحثون او صاحب الحل يعني او صاحب التقرير. الاستفادة من مختلف الاساليب والوسائل والمقاييس في تصنيف النتائج وعرضها، سواء اتفقت معاها او لم تتفق او في اختلافات. وساعات نتيجة البحث ممكن تبقى ان هو مش هينفع، مش شرط دايما ان البحث بيقول ان ينفع، لا ممكن ما ينفعش عشان محدش تاني يعمله تاني. يمكن استخدام الجداول والاشكال والرسومات والصور كوسائل لعرض البيانات، ممكن لا تعرض نفس البيانات باكثر من وسيله في نفس التقرير، يعني مثلا جدول وبعدين اعمله شكل وبعدين، لا هو حاجه واحده بس. ابراز تبرز مناقشه نتائج البيانات والحقائق المهمه التي تكشف عن الادله التي جمعت، تفسير الحقائق من حيث أسبابها وأثرها، وما كانت بتثبت النظرية الافتراضية اللي احنا فرضناها في الريبورت أو كلام زي كده، ده حاجات بقى علمية شوية. أن تكون مناقشة علمية وافية مع مقارنتها بالإنجازات العلمية السابقة، يعني مثلا لو واحد شغال في البحث بتاعك ده وأنت عملت إضافة، فبتقارنها بالراجل اللي اتعمل قبل كده عشان خاطر تقدر تعرف إذا كان أو تبين أهمية اللي أنت عملته.
يمكن أيضا استخدام الجمل الفعلية في مناقشة النتائج، وخاصة الفعل الماضي، كما يستخدم الفعل المضارع في استعراض الحقائق المغردة أو عند المبررات الممكنة. ده اللي بسميه conclusion، استنتاجات أهم نتائج واستنتاجات وتوصيات. دي بقى اللي هو التوصيات، بقى تشمل التوصيات تقديم اقتراحات عن البحوث التي يمكن أن تجرى في المستقبل، اللي أنت ما عملتوش بتنصح إن هو يتعمل، لمتابعة تكملة دراسة المشكلة أو أي بحوث أخرى. ممكن أنت ده مثلا في تقرير بتاع المصنع وأنت جاي من زيارة ولا حاجة، بتقول والله يا جماعة أنا بقترح إن إحنا نروح تاني بس عشان نعمل واحد اتنين تلاتة، أنا بقترح يا جماعة إن الشركة دي مش كويسة فنبعد عنها سمعتها وحشة مثلا، وهكذا. مقترحات لكيفية الاستفادة من نتائج. استكمالا للجزء ده، الجزء بتاع المراجع، يعني احنا كل معلومة جبناها من مكان لازم نحطها، دي اولا امانة علمية، وفي نفس الوقت لو حب حد يكمل في الموضوع اللي انت جبته او يعرف اساسيات اكتر يقدر يدخل المهم. ودي لها طرق كتير في ترتيب المراجع ووضع اللي فيها حسب الستاندر اللي انت ماشي عليه، لكن قال لك ان مثلا مراعاة الفصل بين المراجع العربية والانجليزية، ما ينفعش تكتب عربي عن انجليزي، ويفضل ان انت بتكتبه زي ما كاتب هو دلوقتي، اسم المؤلف، المؤلفين، بيبدأ باسم العيلة الأول ثم الأسماء الأولى واختصاراتها، سنة النشر، عنوان الكتاب، العنوان الأصلي مسبوق بنقطتين رئيسيتين وتلي نقطة، وهكذا. رقم طبعة، اسم الناشر، مكان النشر، ولو كتاب إنجليزي زي ما حضرتك شايف كده، لو كتاب بيتعامل بالشكل اللي أنت شايفه، سفير كذا، مثلا اسم المرجع اللي يعني بتاخد الكوبي بيست للي موجود وتحطه بالظبط، يعني مثلا دي طبعة 99 بتكتب طبعة 99، وهكذا. كتاب عربي بتكتب بقى مثلا أبو العطا اسمه كذا، اسمه، اسم المؤلف، عنوان المقالة، اسم الدورية، رقم مجلد، رقم العدد، أرقام الصفحات. ودي في الغالب يعني احنا لو انت مثلا واخد حتى من لينك على النت ولا حاجة بتاخد كوبي بيست. إذا كان المرجع أطروحة تكتب بياناتها، يعني مثلا إيه، أنت جايب عنوان رسالة بتاعت فلان، عنوان ماجستير ودكتوراه، فبتكتب برضه اسم مؤلف، عنوان رسالة، نوع الرسالة، ماجستير أو دكتوراه أو كذا، بيان إذا كانت منشورة من عدمه، اسم الجامعة والهيئة العلمية، وهكذا. إذا كان مرجع من على النت بتكتب برضه اسم المؤلف كذا كذا، وأدي اللينك بتاعه. وده بالانجليزي يعني ريفرنس، يعني مراجع، ابندكس اللي هو اللي احنا قلنا عليها. لو انا مثلا عامل في جدول وكنت قعدت عملت جداول اكسل كتير قوي كنتائج، ما ينفعش احطها جوه، فبكتب ابندكس سي، هي عباره عن تيبل النتائج اللي انا خدتها، قعدت مثلا فوق سطوح اخد طول النهار، نسبه الاشعاع الشمسي مع مثلا كميه الميه اللي بتطلع مثلا نتيجه التبخير، فمش هقدر احطها جوه الرساله، فبعمل حاجه اسمها ابندكس في الاخر، بقول دي النتائج اللي انا خدتها أثناء فترة الاختبارات اللي أنا كنت بقوم بيها. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نبدأ ندخل بقى في التمبلت من المحاضرة الجاية، ونشوفكم دايما على خير، مع ألف سلامة.